الشفاعة حق لله سبحانه وتعالى. شفاعة حق رب العالمين. لا يملكها أحد إلا الله سبحانه وتعالى. رب العالمين بيشتك بس فيك سيدة الله. حتى النبي عليه الصلاة والسلام. حتى بالخمر مع عليه الصلاة والسلام. يوم القيامة. روز أخرته. يسكر. يستجدبك. ويستأذن يطلب الإذن من الله سبحانه وتعالى. بإذن إذن رب العالمين بغضاء. لا يستطيع أن يبدأ بالشفاعة. خو سري خو نكر الشفاعات حتى يأذن له الله سبحانه وتعالى حتى رب العالمين لرئيس بلاده. فلا يمكن أن نطلب الشفاعة من أحد إلا من الله. سو يجب أن نكر شفاعات رب العالمين تشتري وتك هذه الغزاة. لا من النبي صلى الله عليه وسلم. نبى في خمر مع عليه الصلاة والسلام. وغير من باب أولى. في خمر ما تشتري الرؤيا كذا. كل من طلب الشفاعة من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا هو الشرك الأكبر. كيف جن إنسان شفعات إذا رب العالمين بيشتبطوا كاتي بغزة أول شيء قمازلة؟